ينضم إلينا من الناصرة الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك معنا دكتور. دكتور، إدارة بايدن تشعر بالقلق كما جاء في هذه التصريحات، تصريحات البيت الأبيض اليوم، من عدم وجود خطة محددة قابلة للتنفيذ من شأنها حماية الفلسطينيين في رفح الفلسطينية، وعلى الجانب الآخر إسرائيل تقول بأنها يجب أن تقوم بهذه العملية للقضاء التام على حماس. إذن كيف سيمضون قدما؟ حياتي لك بداية ولجميع المشاهدات والمشاهدين. المباحثات التي جرت اليوم هي يعني مباحثات أولية بموضوع اجتياح رفح. وجهات النظر المختلفة معروفة وتم الحديث عنها بالشهر الأخير كفاية للمستمع العربي والمستمع الفلسطيني والعالم. ما هو جديد في هذه المباحثات؟ أمرين. الأمر الأول أن إسرائيل كانت يعني رافضة أمام امتناع الولايات المتحدة بمجلس الأمن وتمرير قرار بوقف إطلاق النار بعقد مثل هذا الاجتماع، ولكنها انصاعت بعد ذلك وعقدت هذا الاجتماع. والأمر الثاني هو أن هذه المباحثات سيكون لها يعني تكملة في الأسبوع القادم، حيث سيزور وفد إسرائيلي إلى الولايات المتحدة، والجلسة القادمة ستكون وجاهية وليست عبر الإنترنت، ويواصلون الحديث على هذا الموضوع. التصريحات اللي طرحت اليوم لا جديد بها، يعني الولايات المتحدة كانت تقول كل الوقت أن لديها مخاوف من اجتياح رفح، بالعكس حتى كان عندها يعني آراء أكثر يعني حادة بهذا الموضوع أمام الجانب الإسرائيلي. والإسرائيلي كانت تقول أن بدون دخول رفح من غير الممكن أن تكون إسرائيل قد انتصرت بهذه الحرب، وهي ستكون مهزومة إن لم تدخل رفح. هذه المواقف ما زالت قائمة من الطرفين، لا جديد فيها. السؤال أي حلول سيجدون؟ برأيي أن هذا الحل هو مرتبط ارتباطا عضويا بالجزء الأول من الأنباء اللي أوردتموها الآن، وهي صفقة تبادل الأسرى. لماذا أقول ذلك؟ على ماذا يجري نقطة الخلاف؟ على قضية بين الأمريكان والإسرائيليين، على موضوع النازحين الفلسطينيين المتواجدين في مناطق الجنوب والذين جاءوا بأغلبيتهم الساحقة من الشمال. وأين تقف العقدة في صفقة تبادل الأسرى على كمية النازحين الذين سيعودون من الجنوب إلى الشمال؟ هل سيعودون إلى الشمال أولا؟ ثانيا، هل سيعودون إلى بيوتهم؟ ثالثا، كم سيعود منهم؟ نعم، وهذا ما يجري الحديث عليه أيضا. فلذلك إذا ربطنا الخبر الأول والخبر الثاني المرتبط بهاتين القضيتين، نجد أن ما يسمى المرونة الإسرائيلية الجديدة اليوم هي نابعة من النقاش الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل ماذا مع النازحين. وإسرائيل يعني على استعداد أن تفحص من جديد التعامل بهذا الموضوع وباتجاه المرونة. نعم، على ذكر هذه الكلمة تحديدا دكتور سهيل، كلمة المرونة، في ظل هذا الخلاف الأمريكي الإسرائيلي، ما الذي يمكن أن تقدمه أمريكا وتقبل به من خطط؟ ما الذي يمكن أن تقدمه أمريكا من خطط تقبل بها إسرائيل في هذا الصدد، خاصة وأنه كما جاء في أكسيس من قبل أن البيت الأبيض سيقوم بطرح بدائل لاجتياح رفح؟ واحدة من إمكانيتين. الإمكانية الأولى التي تريدها الولايات المتحدة بحسب قراءتي هي أن يكون هناك صفقة تبادل أسرى قبل أن تكون عمليات برية في رفح. هذا الأمر برأي الولايات المتحدة من شأنه أن يخلق واقعا جديدا، من الممكن أن تتطور الهدنة من 6 أسابيع إلى أكثر وأكثر وأكثر وما إلى ذلك، وصولا إلى إيجاد يعني مخرج من هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وهذا يتلكأ حتى الآن، هذا الحل يتلكأ من قبل إسرائيل حتى الآن. الإمكانية الثانية والأفضلية الثانية للولايات المتحدة هو أن لا تدخل إسرائيل بريا بشكل واسع، وتقوم بعمليات عسكرية محددة في قطاع في المناطق الجنوبية ومنطقة رفح بمعرفة أمريكية، بإيقاع أمريكي، وبعدم توسيع وتوريط الولايات المتحدة بما هو أكثر من ذلك، بما معناه يعني أمور تسيطر عليها وتحت إيقاع الولايات المتحدة. هاتين الإمكانيتين الواردتين، ولكنها تفضل الإمكانية الأولى، وهي الدفع باتجاه صفقة تبادل أسرى تضمن وتسهل إمكانية الوصول إلى حلول أخرى ما بعد الهدنة الطويلة. هذا ما يتماشى يعني حقيقة الأمر دكتور سهير، ما جاء وكشفت عنه هيئة البث الإسرائيلية أنه حكومة الحرب قررت الانفتاح على أفكار الوسطاء فيما يتعلق بتبادل الأسرى والمحتجزين. نعم، الحديث على موضوع أساسي واحد بالمرونة، وهو قضية النازحين الفلسطينيين من الشمال الذين لجأوا إلى الجنوب، وبثلاث جوانب: كم يعود، إلى أين يعود، وهل سيتم عملية الفحص ما يسمى الإسرائيلي الأمني لكل واحد منهم، أم العودة تكون يعني مفتوحة وبدون رقابة إسرائيلية. هذه المواضيع التي سيتم الحديث عليها، ولكن المبدأ كانت إسرائيل قد اقترحت 2000 كل يوم، يعني بمعدل أن يصل فقط 60,000 يعود إلى الشمال، وهي تريد أن تركزهم ليس أن يعودوا إلى بيوتهم، وإنما إلى خيم بمناطق مفتوحة تعدها مسبقا، وأن تقوم بفحص كل شخص يعني يعود إلى الشمال. وصلت هذا الفكرة هذا نعم. هذا تنازلت عنه إسرائيل لضيق الوقت. أشكرك شكر جزيل من الناصرة الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا مباشرة من الناصرة، شكرا جزيلا لك.